التوجيه مرحلة مليانة تجارب، نستغل المنيح منها ونتعلم من السيء لنبني غد أفضل من اللي مضى. حبينا نعرض لكم عينة من تجارب طالبات النظم في التوجيه. احلمنا انه انا وياها رح نجيب نفس المعدل بس لعبنا علامة. تعرفت على سارة وتعرفت كثير بنات. اكثر موقف بجنن يعني اني اجيت من السعودية ادرس توجيه هون. وقت النتائج اول ما طلعت نتيجتي كيفت عن جد. احلى اشي صار معي لما نزلت بيج المدرسة اني الاولى على النظم. بس بدنا نفرجيكم ايش اللي ساعدنا نكمل هاي السنة وكان الدافع والحافز مس عصام. يا لما طلعت النتائج الموقف تبع نتائج فصل اول. وشو هذا الشيء؟ هو احلى شيء فيه انها مروه ما كانت معه. تعرفت على كثير بنات جداد وعملت كثير صحبات وشحت كثير اكل. في حصه الدين مع عم السهر. حصه رياضيات صراحه. تناقل تبرورات الورع عنب والملفوف بيني وبين ميزي الجرات. بني ادم تحت الضغط كيف ممكن ينجز وكيف ممكن يتفرج على مستقبله بطريقه يعني بس خطوتين بتكوني خلص صرتي بدك تحققي حلمك. صرت صحبه انا والنواره الدكتوره نور مغارب. احلى اشي بالتوجيه براء شنيكات. كم رياضيات وصرت متاخر وكان رح يروح علي الامتحان كان ضايل دقيقه للامتحان. لما كلكم اخذتوا جاكيتاتكم وانا ضليت وراكم اسبوعين بستنى الجاكيت. بعد امتحان الوزاره الفيزياء خربت السياره. توجيهي بتصير تحكي يلا بكره يلا بكره يلا بكره يلا بكره يلا بكره اخر شيء بتوصل للوزاره مش شيء. انا كنت كل ما اعمل حفله كانوا يسكتوني. اكثر كلمه حكيتها بالتوجيه اول شيء راح اعمله بس اخلص توجيهي. قديش ضايله الحصه يا حبابه صحينا الفرصه. ما بحكي غير التوجيه انه لما نستشهد بنروح الجنه حبايبي. بدي علك مش ملاحة ولا هلا مش ملاحة انه الله حيكون معي وما رح يتركني لو ايش ما صار. بدي اروح. ايه مش فاهمة. 16/7 مطول. يا رب توجيهي يموت. اكثر كلمة سمعتها بالتوجيهي نصحانة. والله نصحانة. اكثر كلمة انحكت لي ارجوعا ادخل على الصف. ومني أنا عنود الشامان شكر خاص لمدارس النظم وكل القائمين عليها من إدارة ومعلمين على جهودهم معنا. وهيك بتنتهي حكاية التوجيه وما بيضل منها إلا الذكريات.